السلام عليكم ورحمة الله. حبيت أنقل لكم صورة سريعة كده عن الوضع عندنا حاليا عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده المحلات كلها قافلة، الناس اللي في الشارع يا اما رايحة السوبر ماركت يا اما راجعة من السوبر، الدنيا كلها فاضية وما فيهاش اي حاجة. ده كده الطابور ده انا واقفة فيه بالفعل علشان محتاجة حاجة من السوبر ماركت. طابور طويل جدا زي ما انتم شايفين، ولازم يكون في مسافة دي قانونية بين كل واحد والتاني متر لا يقل عن متر، وبيدخلوا واحد او اتنين بس في المرة الواحدة. وفي مكنة لازم نطهر ايدينا الاول ونلبس الجوانتي قبل ما ندخل للسوبر ماركت زي ما انتم شايفين. طبعا السوبر ماركت والمحلات اللي هي الاكل الافران الكلام ده كله بيفتح لحد الساعة 6 فقط. حبيت برضو انقل لكم هنا صورة تانية. الشارع زي ما انتم شايفين ما فيش غير الفرماتشية او الصيدلية بس هي اللي فاتحة، محلات جنبها قبلها بعدها في اي حتة فاضية خالص. اي حد ماشي في الشارع لازم يكون ماشي معاه الاوتوريزاسيوني، الورقة اللي اي حد هيوقفك فيها من البوليس او الجيش او اي حد تكون معاكي بتوريها له. ده حتى الفرن الناس اللي واقفة بره بيدخلوا الفرن واحد بعد التاني. ده الوضع، نرجو منكم الدعوات.